الرحمن اللي اخوه غالي، فهمت؟ واخوك سيد المصطفى نعرفهم كاملين بالاسم، وراهم كاملين في الحماده. اللي تقول لي عن ذاك الشيبان اخوه، ما هو اخوه، يجيب لي اي عائله ثانيه ويقول لي عنه عمه، ما هو عمه. وهاي الزاوية اللي عايدة ناحية مراكش اللي جد إبراهيم غالي ومنات عمه وعائلته اللي داهر انت العلان ما هو شي دارك ولا هو شي كذيب انت سمعتني. ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع، انه ما اللي هذا اللي يقول انه ما هم ماشيين من المغرب ولا قاريين في المغرب ولا اصلهم من المغرب، هذا ما يقد قاعد ينكر حد. القيادة كاملة، القيادة اللي في الجبهة قارية في المغرب واللي ماشي من المغرب واللي قاري فيه واللي عايش فيه واللي اهله ما زالوا هون، هذا ما يقد ينكرها حد ولا يقد يطاول فيها حد. ما هم جايين من الجزائر ولا هم جايين من مالي ولا هم جايين من موريتان، هذه كلها عارفها، ولا يطاول حد ولا يزيد ولا ينقص. ياك سمعتوا، ونتمنوا التوفيق والنجاح للجميع، والله يجمع الشمل ويوحد الكلمة. و أنا طمع لي قاع على حد يعود، ماني عارف شنو نقول لكم، والله اللي سمعت كلام حد واحد غريك هون اللي حيرني، حتى ماني عارف كانوا داخل ما هي في بلدها، ولا قال بالفيست وباقي يشوف الناس تحت روسها، وراي بعد ما افتعرفت الاتجاه، وراي مسولكم بعد انتم الى فتو شي باغي يسخر له، شي باغي يغسل ليه الماعين، وشي باغي يتيي ليه، وماني عارف انا ما فهمت اخبار وشنو انت ذاك سمعت. ولا يظهر لا يظهر لا يظهر لا يظهر حاق او مرحبا بكم مسهله طول الميل يسقي الخبات. مرحبا مرحبا وسهلا والله. مرحبا. الزاوية خالقة بعد وقائمة ولها ياسر، والله والله، وزاويتهم هم وذاك جدو، والله قاع ما عيناك وتيش. تعرف خونا ما تسال بعدين قالوا رحموني، افهمها مفهم انا نعرفه، والله هيك الزاوية وذاك ولي فماتي جدهم حق بعض تماما. فم ياسر من الزاويات الثانية، الزوايا باطلة الثانية اللي الناس الثانية رايفهم، والله تماما. تزاوي تد بصيرة شي تقول له، وزاوي يا سلات يا سلات. الناس ما كان المغرب كانت كان 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 خارج لا سموتوف. فم جات الفتوحات الإسلامية وعادت فتحت الأندلس، فم عادت مملكة مراكش، وفم تم تطوح يا غير جات العرب كاملة، احنا ابتجينا في ذيك الأرض. بني حسان هم وحدهم جاءوا مسقمين من ليه، يا غير الناس الثانية كانوا من العرب جات من ليه، خاطر ذاك زر ذاك حق وتوف. مثلا عن عين عليه الناس اللي احنا منها هون، خاطر ذاك زر ذاك، ولا بدأوا منها موتهم، هي تود بقات من الناس فم جدودها إلى آخره، وسكنت فم حق والله. وإذا قاع ما هو قريب، والله هذا ما كذبتني خليك، لي أنا قلت لك اللي عندك زاوية جدودو أك جدو حق بقى. جد ابراهيم قال والرحمه لي سميتو لك بيلي مسمي على جدو حاق بعد، سميتو لك ذاك الاسم حاق بعد. لا ذاك الاساس يا غير قاعده، ما هم مرقوا الصحراء، ما هم مرقوا الصحراء. شيخ العين منين عرفتي زنيت اللي بصير زاويته منين، راهي زر ذاك تسول عن باهي منين راهو فهمت ما سول عنه. اي ما عرض كانت مختلطه كامله، بلد فيه العلم تعد فيه الناس كثيرة، وبلد فيه رتع فيه الناس، وهذا كثير كثير كثير. وياسر الناس خاطئ الملابس زرت ياسر منها، ياسر 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 وياسر منها خاضوا في بلاد الشناقيطة هذه مولي قال ذا كامل كانت للعرب جاية فتوحات وتو وابتدات وتو المغرب ما كان خالو. قلت مالي فتقلت لك قلت لك كومس انه مالي عارف مملكة مراكش، وفهم تم تعراض الى كل حال عدوها
ذوك الملوك الأولين حق وتم التوترس توترس وتسداد توسع الناس من الأندلس زادت حتى إلى آخره. هذا ما هذا قاعد يعرفه كل حد، ما في شيء، ما هذا ما في عيبة لا شك، رقع لا نظارين ليلة من ذيك الزاوية، وذوك الأولياء رحمة الله عليهم كاملين منحوس. لا لك جدهم بدي، جدهم ذاك عليه عنده الزاوية، ما هو ذاك الشيبان يبدأ، ذاك الشيبان يقدر بدأ لو اللي عمهم لا جدهم الفوق، جدهم الله فهم جدهم الفوق هذيك زاويته، وهم لا يعودون ساكنين عندهم دار في زر الزاوية، فهمتني؟ ما الله قال مرة ندعم جاء نعطونا صورة فيها الضريح مرحبتي وسهلتي، ما عندك ليه جدهم مكساري انت قاعد ابو لابوهم والمتسان رحمة الله عليه، أبو إبراهيم أكبر من ذاك يقعد عدول له ذاك مثلا باطل لا سمي مثال، معناها أنه ذاك ما هو جدهم، لأنك جدهم هي الزاوية على سبيل المثال، فهمت؟ أنا عندي جدي فيق قال له الشيخ محمد المامون يا غربيني معاه 4 رجال 3 4 حق شفت يا جدي بعد تقريبا ولي دار زاوية كبيرة وديك عندي كتير ما حبتي سألتني ما أنا دمي ثالثه مرحبا أخبار أرحامنا ما أرحامنا أرحامنا مالها قبيلة من قبائل بني حسان اللي احنا منها، هي في هو اسمه في الوراثة في بن قرير، هذا ما يعاقب عليه، الصحراويين نص المغرب كامل صحراوي، وهذا اللي هم في تيرس كامل ياسر من الأصول وراوهم، كانت هذا ماشي مستقبلة وقافية في التاريخ سابق الاستعمار، ونيجي الاستعمار دار حدود ووقف له كامل، أرحامنا قبيلة من بني حسان ودليم، دخلتكم في القبلية واسمحوا لي. ودليم من ابن حسان، وبارك الله من ابن حسان، وتروس من ابن حسان، وقيلان من ابن حسان، وعريب من ابن حسان، وروحي امتد شور كل الأرض في المغرب في التل وفي الشرق وفي القبلة وفي التل، هذا ما يسول عنه ما يعاقب عليه حد، يتم يخرص الأصول في قبائل عربية راهي كانت تمشي في المغرب كامل بلان منها، وموريتان كاملة هي، ولا هذا قاع موجيبه واسمحوا لي بعد موجيبه الحامل ابن حسان كامل. شكرا. السلام عليكم. وانا هذا شخصيا مشيت الى الرحام ودرست ذا كامل اللي فيه، ومشيت لمراكش ودرست اللي فيه من قبائل الصحراء، وقست سيدي قاسم وكذلك، ومشيت شور بليدات كاملة في المملكة، هو المغرب كامل صحراء كام بأسره، وباش حد يعد ما تيجي تتكلم وتم بحثو التاريخ، هي قضية صحراوية غير ما تقد رجاج يفرض تاريخ ما هو كاين، شوف قضية صحراوية بدات من عند الاستعمار الإسباني علينا، وارتكب بعد رواية الصحراء، أمال إذا كامل كان خالط أرض واحدة وشعوب واحدة، وشكرا. مرحبا مولاي، شحالك ياك لاباس يا خير في صحتك؟ يا حي انا بعد عندي قاع مشكلة، انا جدي ذي المتوالين يقولوا له ابراهيم من عبد الله لا في تراب المغرب، انا راه قالك عندي مشكلة كثير